السلام عليكم اخوتي العزاز، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي اتم الصحه والعافيه لانتم ولا الناس العزاز عليكم. كنتمنى المهمات ديالي اخوتي واخواتاتي ما تنسونيش من اللايكات ديالكم والتعاليق والبارطاج الى جات على خاطركم. دابا نتوما نقول لكم المهمات ديالي في عوض الام ديالي، واخا حتى شي وحده ما يمكن ليها تعوض بلاصه الام ديالي، ولكن من القدام راه نتوما المهمات ديالي الله يخليكم ليا حتى فوق الراس. اللي غادي نطلب منكم اخوتي والدعوه معايا، الله يرحم لكم الوالدين، الله يصبرني لانه لو كقعوا لي شي حوايج اللي ما بقيتش فاهم راسي. تصوروا بكثره ما كنفكر في الوالده بزاف هاد الايامات، من النهار اللي توفات وانا كنفكر فيها بزاف، ولكن هاد الايامات كثر بزاف ولاو كيوقعوا لي شي حوايج اللي في شكال. تصور ربعات المرات، دابا هي الرابعه في المره كنسمع بحال الام ديالي كتهضر معايا في الدار اولا كتعيط ليا، وقسما بالله وربي شاهد عليا خوتي الا كنشوف بحال الوالده ديالي كتهضر معايا في الدار. وهادشي ملي كنت في الدار هي ما كانش هادشي كيوقع ليا، حتى جيت لهنا بحال كتهضر معايا في الدار، بحال كنسمع بحال كتعيط ليا. حتى بعض المرات حتى كنبغي نمشي ولا شي حاجه عاد كنقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كيوقعوا شي حوايج اخوتي اللي لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وشوفوا عاد اكتشفت واحد القضيه، شي مخ الانسان يدير 60 عام واخا الانسان يدير 70 عام وتوفى الام ديالو كتحس بيتيم، كتحس براسك يتيم. وواحد الموتيفاسيون اللي كانوا عندك، واحد كيفاش نقولوا تحفيز، كانت كتحفزني بحال دابا انا كنت باغي نوصل وباغي ندير بزاف ديال الحوايج لما باغي نديرهم باش نفرح مويمتي، هذا الهدف ديالي. تصوروا دابا اخوتي قسما بالله لو اللي عندي كلشي زايد ناقص، كنقول مثلا علاش غندير هادي، واللي كنت غادي نفرحها راه مشات ليا، اللي كنت غادي نشوفها ونشوف الفرح في عينيها وغتبغي لي نوصل ونحقق ليها ونهز بيها وداكشي راه مشات ليا. حتى هذاك الدافع وديك لي موتيفاسيون ولا صافي كلشي مشى، كتقول علاش انا غندير هادشي، المهمه اللي كنت غادي نفرحها راه مشات ليا. اغلى ما عندك وكنقول عاوتاني ما بقاش عندي شي حاجه نخسرها اكثر من الام ديالي اللي بغات تجي من عند الله مرحبا بها. صافي اعز حاجه راني خسرتها، اعز حاجه ليا الام انا فقدتها الحمد لله على كل حال. فهمتوا لهذا اللي عنده ميمتو غنبقى نقولها ونعاود اخوتي، راه ما غتعرفوا بقيمه الام وحق الله العلي العظيم. والناس اللي مجربين راه يكتبوها في التعاليق، الى اصعب شيء هي ملي كتفن اعز انسانه عندك واكثر انسانه غتبغيك تكون حسن منها وتبغي تشوفك واصل، وديك الانسان بحال شي واحد كيدفعك، شي واحد كيكون دافعك واحد الطاقه كتكون دافعك، وانت كتقول نخدم باش نوصل نفرح مهمتي، شوف فيا مهمتي داكشي اللي بغات، نعوض لمهمتي داكشي. راه ملي كتخطاك الام راه واخا تكون باغي تكون مع شنو تكون والله تتهرس. وملومش انا ملومش هذوك الناس اللي كينحارفوا، يا ربي الله يحسن لهم العوان والله يعفو على كل واحد، ملومهمش. شحال من واحد ملي كيخطاو الوالدين ديالو كينحارف، وصيفطو الام كينحارف باش ينسى المشاكل وداكشي، يا ما خاصناش نطيحو بحال هاد الاخطاء صراحه. ولكن راه ملومهمش، راه كتعود كلمه وحده الا سمعتيها ناقصه من عند صاحبك ولا من عند خوك ولا من عند جارك ولا غير كلمه وحده سمعتيها كتقول كتحس بواحد الضعف وكتحس بواحد الحقره، ديما كيجيب لك بالك تحقرتي لانك يتيم، ديما كيبقى عندك انك راك يتيم. ملي كيهضر معك شي واحد كلمه خايبه، اما واخا ما قاصدش فيها شي حاجه انت غتقول حقرني وكتحس بواحد الحقره وواحد الظلم في شكل، سبحان الله العلي العظيم. غنقول لكم والله القسم اخوتي سمحوا لي كنبارطاجي معكم بحال هذا الشيء، ولكن كنبغي واحد شويه نفرح واحد شويه بين ما نرجع لليوتيوب ان شاء الله نرجع بواحد الطاقه، وما كرهتش نرجع بواحد الطاقه باش غير باش ننسى واحد شويه. وخير عمرك ما تنسى الام يستحيل انك تنسى الام. انا كنتاسف لهادو اللي كيديو امهاتهم ديور العجازه ولا اللي كيضرب مو ولا اللي كيتكافس على مو، يا باز الباز والله الا باز 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 لقلبكم باز باز. ومتى تعرفوا حقها تقدر مثلا انت خدام في شي مدينه وكتمشي مره لداركم وكتهضر معاها غير في التليفون وكتجيك عادي، ولكن امتى غتعرف قيمتها؟ هي نهار تمشي لك غتقول يا ريت كون ما نخدمش وما نمشيش نبقى غير جالس حداها، نبقى غير نتكي حداها، نبقى غير نشم ريحتها، نبقى غير نعاود ليها وتعاود ليا ونبقى مع النقا ونشبع منها، وخرا عمرنا ما غنشبعوا من الام. تقول يا ريت غير نشوفها، يا ريت يا ربي. تصوروا تعود تطلب الله
والله القسم الا انا بدا من هاد الناس، الا كنطلب الله يا ربي كل نهار نحلم بالام ديالي، كنفرح ملي كنشوفها في المنام، كنفرح ملي كنشوف الام ديالي في الحلم وكنعيش معها ديك اللحظه في الحلم، كنفرح والله اخوتي الا كتفاجئ ليا، وكنطلب يا ربي وكنقرا القران وسوره الملك على مهمتي كل يوم، وكنقول يا ربي يا ربي نحلم بهاد النهار، وربي سبحانه وتعالى كنحلم به شحال مره، كنحلم بمهمتي ضاحكه شحال مره، والحمد لله الحمد لله ما قصرتش اخوتي من جهدي، درت اكثر من جهدي والحمد لله، واخا داكشي اللي غنديروا الوالدين ما نوفيهمش، لكن حاجه وحده اللي غادي نقولها، انسان ملي كيكون مزيان مع والديه كيبقى فوق والديك، ولكن الصعيبه هي ملي ما تكونش مزيان معاهم في الدنيا، اولا تكون مخسر لهم الدنيا، اولا تموت يموت شي واحد من والديك وانت ما كتهضرش معاه، راه باظ لكم كيفاش غتعيشوا بداك الضمير. انا كنت مع اللي فمي وكنقول ما درت والو، والله القسم اللي كنقول ما درت والو، كان عليا ندير وكان عليا ندير وكان عليا ندير وبزاف ديال الحوايج، بزاف ديال الحوايج، ولكن الحمد لله على كل حال كتساني الام ديالي، وعدت وعدت نفسي وعدت الله سبحانه وتعالى انني غندير عمره لمهمتي ان شاء الله، ولا نشارك في شي بلاصه مهم في شي بير ولا شي حاجه اللي تبقى صدقه جاريه على الام ديالي، والدعاء ما تسمحش ليا مهمتي لما دعيتش معاها كل يوم في المكان فيق في المدي، كان دعوات لمهمتي لان اغلى وحده اللي كانت كتسول عليا الدار. دابا كنبغي نمشي مثلا الدار، والله الا خوتي كان عندي واحد مشي وغادي فرحان في غتمشي دابا، واش من دار بقات واش من اي، كاين خوتي وكاين الوالد، ولكن مايمكنش ما تكونش الام، الام غير كتدخل الدار واخا ما باغيش انت ام ما باغيهاش على شي حاجه، كتقول مي واش ما كايناش مي، واخا انت ما عندكش غرض بها، غير داك لوفيت ان الام كاينه في الدار، واخا انت ما تشوفهاش راهي في واحد البيت كتحس بواحد الامان، راه اي واحد كيدخل الدار كيقول فين هي امي، ما كاينش اول وحده كتسول عليها هي امها فين غتمشي، وغيبانوا لكم شي عيوب من بعد وغتكتشفوا شي حوايج، انا ملي كتخطا الام راه كيخطا كلشي، كتخطا الام كيمشي كلشي كلشي صافي، كتبان لك الدنيا كحله، وحق الله العظيم اخوتي الله شهد علي علاش دابا الفيديو كنقول لكم بحال هكا باش الناس يتهلاو في والديهم، باش الناس انا ما بغيت حتى شي واحد وحتى شي واحد ما نبغي ليه هذا الاحساس، وحتى شي واحد ما نبغي ليه هذا العيش هذا، شي ملي كيمرض مثلا شي واحد وكتهزو وكيكون كبير في لاج، وهذه كتقدر تكون موجد بتيشيكمو انه راه يموت راه غادي يموت، اما ملي كتجيك الموت على فجاه بحال الصاعقه كتجيك واحد 3 ايام صافي تم بحال شي صدمه، كنقول يا ربي يا ربي نفيق من هذا الحلم، الا كنت كنحلم جاتني واحد الهستيريا غنعاودها لكم في العزو، الا كنت كنسلم على الناس وكنقول لهم واش هذه امي، ام اي مره كانت سلمت عليا وصلت لهذا النيفو كنقول لهم واش هذه امي، واش هذه دخلت واحد الهلوسه وكنقول ما متيقش واحد ديالي وسميتو، والحمد لله الانسان ملي يطيح في شي مصيبه يتبع طريق الله سبحانه وتعالى، ودات الرقيه الحمد لله وصلت الماء ديال الرقيه انا والاخ ديالي، والحمد لله شويه الحاله ديالي كتحسن، يا ربي تصبرني والله يصبر جميع المسلمين كاع اللي عنده شي مشكل، يا ربي تفاجئ لي يا ربي، اللي مهمته مريضه الله يشافيها، واللي والدي مرض الله يشافيهم لي يا ربي، وتهلاو تهلاو ثم تهلاو. انا غادي نقول لكم علاش قال لنا الرسول عليه الصلاه والسلام امك ثم امك ثم امك عاد ابوك، لان الحر ديال الام صعب من ديال الاب، معزاز بجوج ولكن الام كتكون الحر ديالها اصعب ما يكون، انا نقول لكم اصعب احساس، انا دابا جربت قالك سالم جرب لا تسال الطبيب، انا دابا جربت راه صعيبه بزاف اخوتي، لكن نقول لكم اصعب احساس ممكن تحسوا به، اصعب شي حوايج غيوقعوا لكم ما عمركم كنتو حاسين بهم، راه شي حوايج زعما راه بزاف غير نهار غير نهار شي نهار بحال الام ديالك ماتت اليوم ولا غد اللي غتوحشها غتوحشها تعود مشتاق باغي عاد تشوفها باغي عاد تشوفها، انا راه شي حوايج دخلت لي ما خوتي راه لا حول ولا قوه الا بالله، تصوروا كنقول لهم امي كتخنق ما دفنوهاش امي كتخنق شي حوايج بحال بحال جاتني واحد الهستيريا لا حول ولا قوه الا بالله، كنتذكر وكيعاودوا لي شنو وقع لا حول ولا قوه الا بالله، الكلمه الاخيره ان لله وانا الى راجعون، يا ربي ارحم امي يا ربي، شكرا لكم اخوتي حيت سمعتوا لي الكلام ديالي، وشكرا لكم اخوتي على المسانده، وانا دابا محتاج لكم دابا تفرجوا فيا وساندوني غير بالكلمه الطيبه وبالدعاء وتفرجوا فيا اخوتي، لان لا حول ولا قوه الا بالله، تحياتي لكم اخوتي الاعزاء.